السلام عليكم. إحدى الأخوات بتسأل هل ينفع إن إحنا نشوف نوع الجنين عبر السونار في الأسبوع الـ14؟ هو من ناحية ينفع ينفع، ولكن الأفضل دايما عشان تكون النتيجة يعني بنسبة كبيرة نتيجة صادقة إن إحنا ننتظر حتى حلول الشهر الخامس، ده أفضل، أو على الأقل مش في الأسبوع الـ14، نكون فوتنا أسبوعين ودخلنا الأسبوع الـ16، ولكن ممكن يتشاف في الأسبوع الـ14 اللي هو أول أسبوع في الشهر الرابع، ممكن، وممكن كمان يتشاف في الشهر الثالث مش الشهر الرابع، ممكن، كل ده ممكن، ولكن احتمالية الخطأ بتبقى أعلى طول ما الجنين لسه صغير. كل ما الجنين كبر أكتر، كل ما كانت الرؤية أوضح، الأعضاء التناسلية للطرفين سواء كان ولد أو كان بنت كان واضح، فبالتالي يتحقق الطبيب بشكل أفضل إذا كان في عمر جنيني أكبر من كده. متنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.